بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة الفلق وسورة الناس. وهنالك من يماري في سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك في الصحيحين، فمن مارى في ذلك فهو على غير الجادة، فإن كان يعمل العقل فهو مبتدع، لأنه يقدم العقل على النقل، والعقل ثابت والحديث في الصحيحين في ثبوت قصة سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودائما يذكر ذلك عند سورة الفلق والناس، لأنهما نزلتا، فأذهب الله رب العالمين عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجب. كان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولم يكن يأته، يقول: كنت البارحة عند فلانة من زوجاته رضوان الله عليهن ولم يكن عندها، فيقولون: بل كنت عند فلانة يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أمر التشريع على الجادة معصوم. في الصلاة لا يداخله شيء، في الصلاة لا يتغير منه شيء، في الأحكام، في الشرع، في القرآن لا يداخله شيء ولا يعتريه شيء. وأما في مثل هذه الأمور التي تتعلق بالدنيا: كنت عند فلانة البارحة، بل عند فلانة يا رسول الله. قل أعوذ برب الفلق، أعوذ ألوذ وأستجير وأحتمي وأعتصم برب الفلق، برب الصبح. الفلق الصبح، تنفلق عنه ظلمة وسدفة الليل، وهو قول أكثر المفسرين أن الفلق الصبح. وروي عن ابن عباس أنه سجن في جهنم، وقال الكلبي: واد في جهنم، وقال الضحاك: يعني الخلق. الأول هو المعروف وعليه أكثر المفسرين. قل أعوذ برب الفلق، أي الصبح، من شر ما خلق، يعني من شر جميع المخلوقات. ولا يتعلق الشر بربك، والشر ليس إليك، وإنما الشر يتعلق بالمخلوقات. من شر جميع المخلوقات، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، المراد به القمر إذا خسف واسود. وقب أي دخل في الخسوف أو أخذ في الغيبوبة وأظلم. ومن شر غاسق هو القمر إذا وقب، أخذ في الغيبوبة وأظلم، أو إذا ظهر، كما في الحديث، في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها
لما أراها النبي صلى الله عليه وسلم القمر بدرا وقال هذا هو الغاسق في معنى ما قال، فإليه يصار في التأويل لأنه قاطع فيه إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس الغاسق الليل إذا أقبل بظلمته من المشرق ودخل في كل شيء وأظلم، والغسق الظلمة يقال غسق الليل وأغسق إذا أظلم، وهو قول الحسن ومجاهد، يعني الليل إذا أقبل ودخل. الوقوب الدخول، ومن شر غاسق إذا وقب، وهو قول الحسن ومجاهد، يعني الليل إذا أقبل ودخل. الوقوب الدخول وهو دخول الليل بغروب الشمس. وقال مقاتل يعني ظلمة الليل إذا دخل سواده في ضوء النهار. وقيل سمي الليل غاسقا لأنه أبرد من النهار والغسق البرد، فهذا كأنه تفسير باللغة على حسب وأصل الاشتقاق. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، قال هذا هو الغاسق يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، لأنه إذا ظهر القمر فكان تما فإن السحر حينئذ يعمله السحرة في هذا الوقت. ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليه، يعقدن العقدة في الخيط وينفثن عليه. والنفث هو النفخ بريق يسير دون التفل وفوق النفخ، النفث ينفثن في تلك العقد يعقدنها ويرقين عليه. هؤلاء السواحر من هن؟ قال أبو عبيدة هن بنات لبيد بن الأعصم اليهودي، سحرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن شر حاسد إذا حسد، يعني اليهود فإنهم كانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اللفظ على عمومه. ومن شر النفاثات، أي نفاثات؟ أي سواحر؟ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن شر حاسد مطلق، حاسد إذا حسد،